السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وتأثير هذه العودة على المشهد في الجنوب. إذن مشاهدينا، عاد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر وعدد من أعضاء الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن. مصدر حكومي قال لقناة بلقيس إن رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي منصر القعيطي ومحافظ عدن عبد العزيز المفلحي وأيضا محافظ أبين أبو بكر سالم وعدد من أعضاء الحكومة وصلوا إلى عدن قادمين من الرياض، وتعد هذه هي العودة الأولى للحكومة الشرعية بعد التوتر الذي زاد العاصمة أو ساد العاصمة المؤقتة منذ إقالة محافظها السابق عيدروس الزبيدي قبل أسابيع. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما الذي يمكن أن تغيره عودة الحكومة في المشهد السياسي المحتقن في الجنوب؟ وهل ستمثل هذه العودة بداية جديدة لحضور مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة أم أنها زيارة عابرة؟ مشاهدينا، سنشاهد هذا التقرير ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. الحكومة مجددا في عدن بعد غياب طويل، وصل إليها رئيس الحكومة أحمد بن دغر رفقة العديد من الوزراء ومحافظ عدن المفلحي ومحافظ أبين ومحافظ البنك المركزي وغيرهم من مسؤولي الدولة. هذه المرة تعود الحكومة بعد تأخر طويل تخللته توترات سياسية كادت تعصف بالعاصمة المؤقتة. فبعد إقالة الرئيس هادي للمحافظ الزبيدي والوزير هاني بن بريك، شهدت عدن توترا سياسيا عقد المشهد بشكل كبير، ما أدى إلى تدخل أطراف إقليمية لاحتواء الأزمة وتخفيف التوتر السياسي في الجنوب. بعد اجتماع له مع رئيس الجمهورية، صرح بن دغر أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة ستتركز حول الإيفاء باحتياجات المواطن على مستوى الخدمات والحياة العامة ودفع ما تبقى من مرتبات الجهاز الإداري للدولة ومتابعة تغطية النقص في الطاقة الكهربائية في عدن وحضرموت. 60 ميجاوات هي حجم المحطة الكهربائية التي افتتحها بن دغر اليوم، والتي ستسهم جزئيا في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء. بحاجة إلى كهرباء، إلى ماء، إلى أمن، إلى استقرار، إلى حرية، إلى نحن مسلوبين من كل الحقوق. لكن الحر الذي يواجهه المواطنون في عدن يفوق المحاولات الجزئية لاحتوائه، لا سيما وأن المواطنين ينتظرون على أحر من الجمر وعد رئيس الحكومة بصيف بارد في عدن لهذا العام. الوضع السياسي هو الآخر يعيش سخونة في عدن وسط تساؤلات عن مدى التفاهم الحاصل بين الحكومة والمملكة العربية والإمارات بعد التوتر الذي ساد خلال الفترة الماضية. كل هذه الملفات ستكون أولويات بن دغر خلال الأيام القادمة لترتيب البيت الداخلي للشرعية قبل الذهاب نحو ملف الخدمات الذي يجب اعتباره أولويات قصوى، خصوصا مع بدء أزمة خانقة للمشتقات النفطية خلال اليومين الماضيين. الساعات القادمة ومدى استقرار الحكومة في عدن هذه المرة هو ما سيحدد ملامح المشهد في عدن وبقية البلاد بشكل عام. إذن مشاهدينا، نبدأ النقاش وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي سيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، مساء الخير. أهلا، مساء الخير. أهلا بك سيد عبد الناصر. الحكومة اليوم في عدن وافتتاح محطة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية، برأيك هل سيسهم هذا في تحسين المزاج الشعبي في عدن؟ المزاج الشعبي في عدن مرتبط بأشياء كثيرة، وهو جزء من الصراع السياسي الدائر في عدن. الخدمات هي أحد الأسباب أو المحفزات المباشرة للتصعيد الذي يتم. كل هذه الحالة في عدن تعكس حالة الهشاشة للسلطة في عدن وفي المناطق التي هي تحت سيطرتها، ولكن في عدن تظهر هشاشتها بشكل واضح. عودة رئيس الوزراء تأتي في ظل صراع سياسي واضح في عدن بين أطراف كثيرة، وأيضا في حالة من نقص الخدمات الواضحة في عدن، وهي أيضا صورة يبدو أفضل من مناطق أخرى في اليمن. هناك الحديدة التي لا يكترث لها أحد وهي تعاني،
من الحر أشد بكثير مما تعاني عدن، وليس لديها أي خدمات ولا تلقي السلطة الشرعية بأن لها، وكذلك تعز وغيرها من مناطق تهامة. نحن نتكلم عن المناطق الحارة تحديدا التي هي بدون خدمات كهرباء منذ سنتين. فعدن تعتبر في وضع أفضل، ومع ذلك هناك احتجاجات وهناك صوت عالي، وربما الحكومة تسمع لهذا الصوت العالي أكثر من الأصوات الأخرى. نعم سيد عبد الناصر، ابقى معي. ينضم إلينا بالنقاش السيد مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام، ينضم إلينا من الرياض. مساء الخير سيد مختار. اهلا وسهلا ومساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى المشاهدين الكرام جميعا، وكل عام وانتم بألف خير. وانت بألف خير، اهلا بك سيد مختار. في البدايه، يعني عوده الحكومه اليوم الى عدن، هل هي عوده للبقاء ام هي زياره مؤقته؟ بالنسبه للحكومه، الحكومه طبعا عادت اكثر من مره واستمرت لمده تزيد عن 6 أشهر في الفتره الماضيه، ورئيس الوزراء وبعض الوزراء حينما غادروا في زيارة لبعض الدول الأوروبية والدول العربية الشقيقة للتباحث حول الملف اليمني. وأعتقد أن الحكومة تحاول قدر الإمكان الاستمرار داخل اليمن وداخل المناطق المحررة، ونحن نعرف طبيعة الأحوال والأوضاع التي كانت طوال الفترة الماضية في ظل القيادة السابقة لمدينة عدن، والتي كانت تعمل بشكل واضح على عرقلة عمل الحكومة. بالتالي أعتقد الآن الوضع مختلف، هناك انسجام بين المحافظ الجديد وبين الحكومة وبين القيادة الدولة الشرعية ورئيس الجمهورية. بالتالي أعتقد أن الوضع الآن سيختلف تماما. يعني الخلاف أو الإشكالية التي كانت حاصلة سيد مختار، يعني هذه العودة هل أتت وفق يعني حلحلة للمشكلة القائمة؟ المشكلة القائمة انتهت بإقالة عيدروس زبيدي وبن بريك وتعيين قيادة جديدة للمحافظة، ومعالجة الأوضاع التي فشل المحافظ السابق في معالجتها، وهي مشكلة الكهرباء وتوفير الخدمات الأساسية. اليوم رئيس الوزراء فور وصوله قام بافتتاح المحطة التي قدمتها دولة قطر الشقيقة، مشكورة على هذا الجهد الكبير الذي تقوم به في اليمن في مساعدة أبناء الشعب اليمني. وطبعا هذه المحطة ستعالج كثير من النقص الحاصل في مدينة عدن في انقطاع الكهرباء، والتي للأسف الشديد طوال الفترة الماضية لم تستطع القيادة السابقة حلحلة هذا الملف مع الدعم الكبير من قبل قيادة التحالف ومن قبل الشرعية ومن قبل أيضا الأشقاء في التحالف العربي. نعم، لكن ما الذي يمكن أن تأتي به هذه العودة على صعيد مثلا حلحلة المشهد في الجنوب؟ بالنسبة للمشهد في الجنوب، طبعا نعرف أن هناك حساسية وهناك إشكاليات وهناك دعم مباشر من قبل بعض شركائنا في التحالف العربي لتأجيج الوضع في الجنوب، وهو ما انبثق عنه ما يسمى بالمجلس الانتقالي. ولكن أعتقد بعد زيارة عيدروس وزيارة بن بريك إلى المملكة العربية السعودية تم تهدئة الوضع. المملكة العربية السعودية تقوم بدور ريادي ودور كبير، والكبار دائما يبقوا كبارا ويقوموا بحلحلة هذه الملفات وحلحلة هذه الإشكالية، وهو ما هل يمكن القول أنهم يعني وصلوا إلى توافق أو اتفاق مع الداعمين لهذه المكونات في الجنوب؟ بالنسبة للداعمين أعتقد أن مشروعهم واضح في الجنوب، ولكن نحن نقول أنه تم احتواء المجلس الانتقالي وهو ما صرح به الدكتور أحمد عبيد بن دغر. أما بالنسبة لمن يدعمون عيدروس ومن يدعمون بريك، فأعتقد أن أجندتهم أصبحت واضحة في الجنوب وفي اليمن بشكل عام، وهو ما اتضح في سقطرة واتضح في المناطق الجنوبية، وأيضا ما اتضح أيضا من دعم لبعض السجون في اليمن، وهو ما أفصحت عنه منظمة سام التي هي متواجدة في سويسرا. أعتقد أن المملكة العربية السعودية تحاول لملمت كل هذه الإشكاليات، تحاول لملمت الأزمة الحاصلة في المناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية في الحقيقة تحتاج إلى خدمات، تحتاج إلى أمن، تحتاج إلى استقرار، تحتاج إلى كهرباء، خصوصا مع هذا الصيف لا تحتاج إلى ميليشيات مسلحة، لا تحتاج إلى سجون سرية، لا تحتاج إلى تكوينات خارج إطار الدولة، لا تحتاج إلى إشكاليات وعمل يعني أزمات مع قيادة الشرعية. الجميع يقف مع شرعية رئيس الجمهورية. حتى التحالف العربي الذي جاء لليمن لإنقاذ اليمن، هو جاء أيضا تحت قيادة وتحت رعاية وتحت طلب من فخامة رئيس الجمهورية. بالتالي لا أعتقد أن ما تقوم به أو ما يقوم به بعض الأطراف الإقليمية وفي اليمن، لا أعتقد أنه يصب في مصلحة اليمن. اليمن بحاجة إلى استقرار، اليمن بحاجة إلى أمن، إلى استقرار، بحاجة إلى دعم مباشر وكبير لفخامة
رئيس الجمهورية نعم. لكي يكمل مشروع اليمن وهو اليمن الجديد اليمن الاتحادي الجديد. نعم يبقى معي سيد مختار. أعود لضيفي الآخر الدكتور أو المحلل السياسي عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر يعني تحدثت في حديثك معي عن أنه المشكلة يعني لا تقتصر على عدن، هناك مشكلة في الحديدة في تعز في جميع المحافظات اليمنية. إذن ما هي الإشكالية التي تعاني منها الحكومة والتي يعني جعلتها بهذا التأرجح والتذبذب في تعاملها؟ الحكومة منذ البداية وحتى الآن لم تنشئ مؤسسات دولة في أي منطقة من مناطق اليمن، كل ما أنشئ هو إما مؤسسات حزبية مؤسسات جهوية، كان ذلك على صعيد المؤسسات المدنية أو المؤسسات العسكرية وهو الأمر الأخطر. خذ عدن على سبيل المثال، هناك تقريبا أقل ما يقال 3 قوى رئيسية عسكرية تتقاسم عدن كمربعات أمنية. نفس الشيء المؤسسات التي أنشئت في عدن كمؤسسة المحافظة أو غيرها، الكل يعتقد بأن هذه المؤسسة أنشئت على أسس جهوية، وبالتالي بمعنى أن المحافظ السابق أنشأها من وضع المناصب الحساسة لدى أقاربه ولدى أبناء منطقته، وبالتالي المحافظ الجديد سيواجه مشكلة من البوابة إلى مدير مكتبه الذين هم موالون للمحافظ السابق. نعم. هذا في حال أراد أن يباشر عمله، هذا على سبيل المثال. وبالتالي ليس هناك من مؤسسات دولة أنشئت، ليس هناك من سلطة أنشئت في الجنوب، لا وجود للشماليين، وبالتالي وكأنها لا تعنيه، وكأن الجنوب أصبح مستقلا من الجمهورية اليمنية. الأعلام في الجنوب هي أعلام انفصالية. هذه الحالة تنعكس في سلوك الحكومة وفي أدائها. الحكومة تأتي إلى اليمن، تأتي بزيارات إلى بلدها وليست مقيمة، حتى ولو أقامت ماذا ينفع أن تقيم في المعاشيق أو في هذه المنطقة أو تلك وليس هناك من مؤسسات للدولة. الوزراء يديرون الوزارات عبر الواتساب وليس هناك من مكاتب. ولكن سيد عبد الناصر البعض يرى بأن الحكومة يعني تتحرك وفق الإمكانيات المتاحة لها. ما هذه الإمكانيات المتاحة؟ هي بسبب رخاوتها وبسبب ضعفها. الموارد الرئيسية للدولة اليمنية هي النفط والغاز، والنفط والغاز منذ أكثر من عام ونصف وهو تحت سيطرة الحكومة الشرعية، الأراضي التي فيها النفط والغاز، ورغم هذا لم تقم باستثمار هذا القطاع الحيوي حتى الآن، ولا زالت مواردها الرئيسية تأتي بمساعدات من الخارج أو أنها تأتي بشكل متقطع وغير دائم، وهذا ما ينعكس على الخدمات. هذه الأوضاع في عدن ستنفجر في أي لحظة، لأن هذه الخدمات هي يتم معالجتها بشكل ترقيعي، بمعنى أن اليوم هناك مشتقات نفطية تشتغل المحطات لمدة أسبوع أسبوعين، بعدها تتوقف هذه المحطات، تخرج عن هذه المحطات عن الخدمة، يحدث انطفاءات واسعة للكهرباء، يتظاهر الناس، يحتجوا، تدعي الحكومة بأنها ستعالج هذه المشكلة، وهكذا. بمعنى أنه ليس هناك من موارد دائمة، ليس هناك من مؤسسات حقيقية تقف لتعالج أوضاع الدولة، ولهذا ستبقى هذه المشاكل ظاهرة. ما حدث الآن يبدو أنه تم بتفاهم إماراتي سعودي. سيد عبد الناصر المشاكل الوزراء. نعم المشاكل التي ذكرتها في حديثك، إذن ما الذي تحتاجه الحكومة الشرعية بشكل عام كي تفرض وجودها في المناطق المحررة؟ تحتاج أولا لإرادة سياسية، تحتاج أولا لمشروع دولة تتبنى هذه الدولة، هذه السلطة. هذه السلطة ليس لديها مشروع دولة منذ البداية، لديها مشاريع خاصة عائلية مناطقية جهوية حزبية، وليس لديها مشروع دولة يلتف الناس حوله. لأنه أهم شيء تبدأ الفكرة، يكون هناك لديك مشروع دولة، ومشروع الدولة هذا يترجم من خلال قرارات التعيين التي يجب أن تكون على أساس الكفاءة وليس على أساس المحسوبية والقرابة وأبناء المنطقة أو لا.
بالمناصب كما هو حال وديدا هذه السلطة. ألا يدير الدولة أولاد الرئيس وأقارب الرئيس وأبناء الوزير يديرون الوزارة، هذه ليست سلطة حقيقية. السلطة التي لا تمتلك مشروع لدولة لن يلتف حولها الناس، وبالتالي ستبقى سلطة هشة. ففي البداية يجب أن يكون لها مشروع دولة، ومن خبرتنا مع هذه الحكومة أنها وهذه السلطة أنها ليس لديها مشروع دولة، وبالتالي لا نتوقع منها أنها فجأة في يوم من الأيام ستصحو وسيصبح لديها مشروع دولة. هذه هي مواصفاتها، وبالتالي علينا التفكير في كيفية الإتيان بسلطة تمثل المجتمع اليمني وتمثل مشروع الدولة بدل هذه السلطة المهترئة وسلطة الإنقلابيين في صنعاء. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك من عمان المحلل السياسي السيد عبد الناصر المودع. أعود لضيفي الآخر مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرهبي. سيد مختار، ما الذي تحتاجه الحكومة للبقاء في عدن؟ تحتاج أولا إلى دعم، تحتاج إلى ميزانية. الحكومة حتى هذه اللحظة منذ أكثر من عامين وهي تعمل بدون ميزانية، وهذه هي المشكلة الحقيقية التي تواجه الحكومة. يعني المناطق المحررة بحاجة إلى مشاريع، بحاجة إلى إسناد، بحاجة إلى أن يلمس المواطن أن هناك تواجد للحكومة من خلال المشاريع، من خلال التأمين. لكن ما يحصل في المناطق المحررة للأسف الشديد عاق عمل الحكومة والمشاريع الجديدة أو المشاريع الشخصية. هو ضيفي الآخر سيد مختار، ولو قاطعتك هنا، ضيفي الآخر سيد عبد الناصر المودع تحدث أن الحكومة يعني خلال الفترة التي مضت، وأيضا كان هناك نوع من الاستقرار، حتى أنت تحدثت أنها بقت مستقرة 6 أشهر. يعني هذه الفترة الحكومة لم تعمل على استغلال الموارد المتوفرة تحت يديها كالغاز والنفط وغيره من الخدمات. ما المشكلة برأيك؟ كما قلت لك أن كانت هناك مشكلة حقيقية، كان هناك تباين في جهات النظر. الحكومة تعمل في جانب والسلطة المحلية في محافظة عدن تعمل في جانب آخر، بل أنها وصلت في مرحلة من المراحل إلى إلى إلى, إلى أن كانت المشكلة أعمق مما نتصورها، بل أن القيادة السابقة للمحافظة كانت تعمل ضد الحكومة، كانت تقوم بجمع المتظاهرين وجعلهم يتظاهرون أمام قصر المعاشير، كانت تعمل العراقيل تلو العراقيل أمام حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وهذا طبعا ما لم يتحدث به أحد في الإعلام، وذلك خوفا من أن تحدث هناك إشكالية حقيقية في وسط الشرعية وحفاظا على السطح الشرعي. لكن الآن بعد أن وضحت الأمور واتضحت الأمور وخرجت الأمور إلى الإعلام، اضطرت الحكومة واضطر الجميع إلى الحديث بكل صراحة وبكل شفافية أن كانت هناك إشكالية حقيقية. إضافة إلى ذلك الحكومة تعمل بلا ميزانية، وكذلك الإيرادات الكاملة لم تورد إلى البنك المركزي في عدن، وحتى إيرادات النفط والغاز هي الأخرى هناك إشكالية حقيقية فيها، ولم يتم الاستمرارية في بيع البترول والغاز، وهذه تعمل على انخفاض الأموال لدى الحكومة اليمنية، إضافة إلى الإشكالية الحاصلة والتي تطرأ ما بين الفترة والأخرى. ولكن أنا أقول لك أن الوضع الحكومي تحسن بشكل كبير جدا بعد أن تم تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وهناك حالة انسجام واضحة بين الرئاسة وبين الحكومة وبين أيضا نائب رئيس الجمهورية، وهذا طبعا انعكس على الميدان العسكري، وكذلك انعكس على الوضع السياسي في البلد. وأيضا الإشكالية التي حدثت مع السلطة المحلية تم تجاوزها وتم حلها، وهذا أيضا سيسهم في استقرار الحكومة. الآن بعد أن عادت الحكومة، هذه العودة سيد مختار إذا تحدثنا عنها، يعني هل نستطيع طمأنة الناس في هذه في المحافظات المحررة أن العودة هذه جاءت وفق يعني إصلاح لكل يعني الخلافات التي كانت حادثة في السابق؟ الخلافات ما تزال حاضرة وما تزال موجودة، ولكن نقول أنه تم تجاوز هذه الخلافات، تم تجاوز جزء كبير من هذه الخلافات. الأشقاء في المملكة العربية السعودية ساهموا في لملمة الموضوع، لأنه في السابق نحن نعرف أن إعلان المجلس الانتقالي وهو كان المراد له بأن يكون مجلس لحكم الجنوب والتصرف في الجنوب ومنع الحكومة حتى من العودة، ولكن تم لملمة هذا الموضوع. ونحن نوجه دعوة حقيقة إلى كل أبناء المناطق الجنوبية وخصوصا في مدينة عدن أن يمدوا أيديهم إلى يد الحكومة
الحكومة لكي تستطيع الحكومة أن تقدم الخدمات لهم، تستطيع أن تحلحل مشاكلهم، وأن يقفوا صفا واحدا وراء الشرعية لكي تنتهي مشكلة اليمن الأساسية والأبرز، وهي مشكلة الإنقلابيين، مشكلة علي عبد الله صالح والحوثيين. ما دون ذلك من مطالبات، ما دون ذلك من شعارات، ما دون ذلك حتى من القضايا المصيرية يمكن أن يتم مناقشتها بعد الانتهاء من الكارثة الأبرز في اليمن، وهي كارثة الإنقلابيين في صنعاء. ونحن تحدثنا بوقتها أن إعلان هذا سيعرقل عمل الحكومة، سيعرقل حتى معارك التحرير، وسيجعلنا نتناحر فيما بيننا، وسينشق صف الحكومة الشرعية، ونبقى نتصارع فيما بيننا. لكن نحن نوجه دعوة إلى كل الشرفاء في المناطق الجنوبية، إلى كل أبناء المناطق الجنوبية، أن يلتفوا وراء الشرعية، وأن يساهموا ويساعدوا الحكومة لكي يتم حلحلة مشاكلهم. الحكومة تسعى بكل قوة لكي يكون صيف عدن صيفا باردا، وأن تتوفر الخدمات الأساسية. ورئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى أن وصل إلى مدينة عدن وصل وافتتح المحطة القطرية، وهناك مشاريع وهناك تلمس حقيقي لاحتياجات المناطق الجنوبية. نريد من القيادة الجنوبية أن برأيك هذه المشاريع التي تم افتتاحها سيد مختار، هل يمكن أن تسهم في تحسين المزاج الشعبي في عدن؟ بكل تأكيد، المواطنين في المناطق المحررة وخصوصا في محافظة عدن لا يريدون شعارات، لا يريدون أن نستئم من الشعارات وأن نستئم من الكذب، أن نستئم من الفاشلين. الآن يريدون خدمات أساسية، من سيوفر لهم الخدمات الأساسية هو الذي سيتمسك به أبناء الشعب اليمني، هو الذي سيكون قائد للشعب اليمني. أما من يرفع الشعارات ومن يرفع الشعارات الزائفة ومن يرفع السقف، أعتقد أنه سينهار. وهم جربوا القيادة السابقة وجربوا فشلهم، وجربوا أنهم للأسف الشديد كانوا فقط يرفعون شعارات ولم يستطيعوا توفير حتى خدمة واحدة، حتى جانب واحد من الخدمات الأساسية. إنما وفروا لنا مجموعة من الميليشيات، عساكر ومعسكرات تابعة لهم، وليسوا تابعا حتى لأبناء الوطن ولأبناء الشعب اليمني والحكومة الشرعية. لكن نقول الآن إن شاء الله الوضع سيتغير، الآن ستكون هناك خدمات أساسية، سيلمس المواطن في المحافظة الجنوبية أن الحكومة جادة بالفعل لتوفير كافة الخدمات الأساسية، ومنها بالدرجة الأولى الكهرباء، يكون صيف عدن صيفا باردا، وتتوفر جميع الخدمات إلى أبناء المناطق المحررة، وفي الفترة القادمة إن شاء الله لجميع أبناء الشعب اليمني. نعم سيد مختار، هنا بنقطة أخيرة فقط، يعني المحافظ محافظ عدن الجديد عاد مع أعضاء الحكومة العائدون إلى عدن، هل المحافظ يعني بحسب معلوماتكم بات قادرا على مزاولة مهامه من مقر عمله في العاصمة المؤقتة عدن؟ ما تزال هناك بعض الإشكالية أعتقد سيتم حلها في هذه الزيارة، ما تزال هناك بعض العراقيل التي وضعت أمام المحافظ، لكن أعتقد أنه سيتم حلها ويستلم المحافظ الجديد إدارة المحافظة. والجميع يعرف المحافظ الجديد أنه عقلية اقتصادية فذة، وهو أيضا من أبناء المحافظات الجنوبية، وهو قيادي كبير في الحراك الجنوبي. بالتالي على الأبناء محافظة عدن أن يلتفوا حول المحافظ الجديد، وأن يساهموا في أن يمهدوا له طريق لكي يقدم لهم الخدمات. وهو قال بالحرف الواحد: أنا محافظ خدمات وسأوفر الخدمات الأساسية لجميع أبناء محافظة عدن. نعم، إذن أشكرك جزيلا مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي، كنت معنا من الرياض. و أشكر ضيفي الآخر في ختام الحلقة المحلل السياسي عبد الناصر المودع، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان. وهنا مشاهدينا نود أن ننوه أن هذه هي آخر حلقات برنامج زوايا الحدث. البرنامج سيتوقف خلال شهر رمضان، ومن ثم سنعود معكم بعد الشهر الفضيل. نتمنى لكم دوام الصحة وشهر كريم، وكل عام وأنتم بخير. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة ليلى زميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله.